احسن تيران في هذا الماتش هو اول تيران دارو. هو غيكون دابا باش تصاوب شي 7 سنين بحال هكا تقريبا ولا شي 6 سنين دابا شي 3 سنين ولا عامين ونص باش مسدود. فين كنلعبوا اخويا؟ كنلعبوا في الكودرون. ها انت الشانطي وراك هو اللي كنلعبوا فيه ولا كنمشيو للمنصور مع فيه الشانطي بلا حتى هو كنلعبوا فيه. حرمونا من التيران اخويا هو قريب لينا. كانت تيران اخويا الا جيتي قلت لك واحد 3 سنين اللور راه ما كيخويه سونزار كانش مسدود. كان تيران ناضي كنا كنجيو كنقصرو كنلعبو كنضحكو ننشطو مع راسنا في التيران صافي. تسدو علينا اخويا حرمونا منه ما فهمناش. قالوا لينا دوينا معاهم جينا لعندهم مني داك الدهور في التيران جينا لعندهم قلنا لهم واش خارج قاد هاد التيران واش كاينه فهمتيني غتجي شي لجنه تعاودوا لينا باش نعاودوا نقصروا كذا هادي. قال لك ان شاء الله كيوهموا لنا بان شاء الله. ولا حتى 12 اللي لعب حنايا كنلعبوا كره كنجمعوا الدراري بيناتنا هنايا ونقصروا ماتشات. دابا مثلا الشباب ما عندهمش دابا فين يلعبوا. دابا الدراري الصغار ما عندهمش فين يلعبوا. راه ما كاينش شي متنفس اللي غادي يخوي فيه بنادم ولا غادي اللي غادي كاين والو كاين ما تلقى ما كتلقى ما يدار. كتمشي لشي حوايج اللي اش نقول لك راه كتمشي بزاف كتمشي للبليه كتمشي لشحال من حاجه حيت ما لقيتيش فين غتخرج داك الشيء اللي عندك. اش عام ندري اش عام الكويري كان هنا فهاد سيدي مومون فهاد كاري يرحمنا بالضبط اش عام الكويري سير دابا نديك عنده راه دابا غتلقاه شاد كيك من حشيش ولا تلقاه راه مسكين كيتشمكر ولا شي حاجه. اغلبيه منهم بزاف عادات كاينه كان كويريه بلاصه في البطوله جمع البطوله اللعابه ديال البطوله كاملين وما تلقاش بحال. وسير دابا غنديك دابا تشوفوا راه غتلقى مسكين شاد جوان ولا شاد كيتشمكر ولا شي حاجه. يا ودنوب علام انا بغيت نعرف هاد الشباب ديال المنطقه دنوب علام هادوك المسؤولين اللي ناعسين واش انت كتقري ولادك في بلاصه ولا ولادك دير عنده جميع اللي فهمتيني اللي عنده راه موفروا ليه. وكاين هاد الشباب هادو هاد الشعب ما الا ما جاش دواء شكون اللي غيدوي علينا؟ هاد الملاعب ديال القرب دابا السيد الرئيس قال لك ودي الملاعب ديال القرب اللي عندهم تابعهم الجمعيات غادي يردوهم المقاطعات والجماعه ومن بعد الجماعه غتصلحهم وتعاود دير معهم واحد اتفاقيه شراكه جديده. دونك دير شي واحد الشراكه جديده بناء على شروط جديده. دونك الجمعيات اللي ردوا او سلموا داك الشيء للمقاطعه راه غتبرمجهم. الاخرين راه امام الرئيس في التفاوض يمكن يلقاو شي حل. المقاطعه السي الوطاس عبد الرحيم راه معاهم في التفاوض. الجمعيه اللي بغات دير هذاك الشيء ديال تاهل هاد الملاعب ديالها خاصها دير واحد شي اتفاقيه جديده كيفيه بحال كناش تحملات جديده. نعم ما كاينش شي باب والو ما كاينش شي باب اللي مشينا ليه مشينا للجماعه ما خلينا اللي اي واحد دوينا معاه دوينا في فيسبوك فيديوهات ما كاينش اللي شاف فينا ولا شي حاجه غير متنفس وحيد فين تخرج ترتاح فهمتيني يعني ملي كتلعب جيت تلعب وكذا راه مزيان وكتعطي واحد القدوه للشباب اللي طالعين دابا اللي جايين. واخا مات السلطات ما عندك ما تطلب منهم كنطلبوا من الله وكنطلبوا منهم يجوا قادوا لنا التيران هذا خويا وشوفوا في حال الدراري يا صاحبي راه الدراري ولاو مساكن راه كاع كنت كنعرف انا شي دراري باقي انا صغار اخويا 17 عام 18 عام كانوا كيقصروا كيضويو الكره اخويا ولا عاطينا للجوانات ما بقاوش لاقين فين يلعبوا والو ما كاينش فين. حنا ننددوا بهذاك الشيء اللي ما مقبولش وكنعتبروا ما مقبولش. وحنا من درنا اعاده ترتيب الاولويات بالنسبه للاولويه من بين الاولويات الاولى دابا هي الجانب البيئي. والجانب البيئي كناخذوه بمفهومه الواسع معناه الساحات الخضراء ملاعب القرد كل ما هو اخضر كل ما هو جميل ان شاء الله الرحمن كل ما هو وقايه وصحه وسلامه كل شيء هذا خديناه بعين الاعتبار ودرنا هذا الجانب البيئي خدينا حتى هو من ضمن الاولويات بالاضافه للبنيه التحتيه والمدينه الاجتماعيه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.